محمد الله محسن علي. يا نرجس يا مولات لك حال كويتيني ما نمشي من هنا غير داويتيني. يا حيتي مولات لك حال كويتيني ما نمشي من هنا غير داويتيني. ايوا انا ودكو حيدة. الله يبارك فيك امي نعيمه وشكرا لك على حسن الاستقبال. لهلي خطيك والله يخلي لكم البنيته اميره وتربى في عزكم ان شاء الله ويخليكم لبعضياتكم ولهلي خطيكم على بعضياتكم وشكرا لكم. شكرا بزاف وشكرا لعمي حميد حتى هو. الله يبارك فيك. الله يسلمك. مرحبا بك وردوها لك بالخير ان شاء الله. الله يبارك فيك اخويا. الله يسلمك. الله يخط عليا. المهم في الدار هاجاني هذا الكادو. بصحتك بصحتك وراحتك. ادعي مع امك نرجس. لا بصحتكم وراحتكم تستاهلوا كل الخير. ايوا اخواني احبائي شكرا لكم. وتشوفونا ان شاء الله عند نرجس. ان شاء الله. مرحبا امي نعيمه. سويدي قلب نسي لحقاش راه ولدت وكانت مريضه بزاف وكنا كنقولوا غتموت ونموت علينا فرض وراه تحلت عيوناتها شويه عاد حنا الفيديو وغتشوفوني غندير واحد السويديقه لبنتي نسمي لها بنيتها ان شاء الله. كانت ما كتقاد لا تنوض لا تهضر لا تاكل لا والو. كانت مأثره اثرت عليها العمليه بزاف ودابا غندوز السويديقه وغتشوفوني ان شاء الله في الدار البيضاء عند نرجس. ان شاء الله دار نرجس ان شاء الله. ان شاء الله الا بغى الله وبقينا حيين. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ايوا امي نعيمه نقول لك شكرا على الاستقبال. الله يخليك. راكي بنيتي. نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. وهكذا دوزي معايا ان شاء الله عسى اسامه ان شاء الله نكونوا حاضرين ودوزي معايا ان شاء الله لولد اسامه نديروا التضخيم ان شاء الله كل اسامه ان شاء الله يا ربي. الله يكبر بك ويخليك. عليكم كي بقيتوا كي دايرين مع الصحيحه كي درتوا شويه كي بقيتوا العزاز ورا بنيتي فكالي الله وتعذبت بزاف وكانت ما كتوقفش وما كتهضرش بزاف كانت عيانه لواحد الحاله لا يرثى لها وراه خربي شويه هذه باش ولدت وراني ما قديتش نبينها هكاك داك المرض. دابا عاد طلقت لكم الفيديو والحمد لله كلشي كيبارك لي في التعاليق وكلشي في الحال معايا وكلشي كيبغيني ما قايلنيش غير اخرين هما التعاليق والمتتبعين كنعطيهم تحيه كبيره. الله يخليهم ليا ويخلي لهم وليداتهم ومعز عليهم كله. ودابا بغيت نشارك معكم هاد الفرحه ديال اختي نرجس الحارثي اللي كانت تعذبت معايا ملي كنت في السجن وما كتبش لي اقد ديالنا نتلاقاو ولا جات مسكينه عندي غير واحد قصي مخطوفه. ودابا راه فرحتي بنتي باش ولدت بنتي راني عيطت عليها وقلت لها بنتي راه تفكت ومنين قلتها لها مسكينه ما دارت هذا الشيء وفرحت بها. هذا الشيء كيديروه الناس المصمقين المسولين انا ما كنعرفش هذا الشيء. هذا الشيء كيديروه الناس الكبار وكيحطوه في الكلينيك واللي جا للكلينيك سيعطيوه من هاد الزياره هادي وانايا دابا ما عرفت شيء وهي مسكينه جات عندي للدار وتا دابا اللي جا للدار نعطيه البارك ديال نرجس اختي ونخلي اختي نرجس الكريمه والهلا يخطيها عليا والله يطول عمرها حتى نوصل لدارها وتشوفوني معاها. هذه هي الخت عزيزه اللي فرحت رجاء بهذا الشيء ديالها ومسكينه هي راه ما عندها صحه تربع وتعذبت معنا وسهرت وشدت الطرقر من الدار البيضاء تلفاس ماشي ساهل ماشي. وانت نفرح ملي تنشوف شي حد تيبغيني من قلبه حتى انا كنبغيها
وتنموت عليها وتنطلب الله يديني معاه صراحة أنا. واللي كيبغيني ويعزني عز ناجي راها مرة طيبة وغزالة وكل شيء باين على الوجه ولهلا يخطيكم وقربوا لهنا باش يبان لكم هادشي مزيان. السلام عليكم. اولا كنبارك الاختي رجاء ولا بنتي رجاء الله يبارك فيك هربتي على خير الله يبارك فيك ودازتيها بالسلامه والعافيه تعذبات مسكينه ربي يخليك تعذبات مع الله راك رويتيني داك الشيء نعيمه تعذبات مسكينه من الوالدين والحمد لله شويه بشويه الواحد يرجع المهم الحمد لله على فكرة هذا هو المهم وحنا فرحانين بزاف بها والله إذا ملي سمعتها نقطة نجري ونلقيها جوال وغادي نهبطو عند أمي نعيمة الله يجيك الخير الله وصلنا دابا عاد والله إلا الله دابا عاد وصلنا الله يجيك الخير والهلا يخطيك وردها في الخير وانت كبرتي برجاء بغيت الله يكبر خبزك الله يسلمك في الدنيا وفي الآخرة الله يبارك فيك الله يجعل هذه الريحة تكون لك خيارة حسنات هذا الريحة اللي عاطية في هذا البيت وهذا الشيء اللي درت فيه اللهم انت عليك ويسلمك الله في الجنة هذا الشيء ما غنقول لك أبنت هذا الشيء كنت باغي أمي نعيمة يكون في الكلينيك ولكن ما كتبش أولا وثانيا الحجر الصحي ما تخش الناس التجمعات وما تخش هذا حنا خلينا دابا اللي جا عند أمي نعيمة الناس يجيو عندها واحد بواحد اللي جا تفرح بيه بهدية صغيرة ديال البيبي الخير الحمد لله إن شاء الله كنتمنى هاد البني تدخل مباركة مسؤولة على ولي مراجع وعلى أمي نعيمة وتربى إن شاء الله في عزهم وخيرهم آمين آمين وهذه هدية بسيطة أمي نعيمة بارك الله الخير الخير الناس كيقولوا لي لا كان صدقتي على المساكين أنا ما صدقتش هذه هدية والنبي صلى الله عليه وسلم كان تيقبل الهدية والملوك تيقبلوا الهدية هذه ماشي صدقة أمي نعيمة هذه هدية كنهديها لك من قلبي خالصا راك عزيزة وغالية وبلا ما تنحس لا ولا كان نبغي نعيشها ولا كان نبغي نلتا شي حاجه انتي عزيزه وغاليه وانا اللي تنحبو وتيميل له قلبي تنمشي معاك مرحبا والحمد لله مرحبا بك اختي نادر مرحبا بك وشكرا ليك على شرحتي لهم اختي نادر نشرح لهم نعطي لهم شنو هادي وشنو هادي وشنو هادي الوغ هنا كي تتشوفوا وخرجتكم في الفيديو وانا عاود من نعيمه قالت لها صوت شوفي لهم شنو هادشي هادي الصرغينه انا قصدتها بالسكوتش باش ما ماشي مشكل ما تخليها باش ما تحلش قلبها الصرغينه كي تشوفوا هادي كنعطيوها هديه للزوار اللي كيجيو عندنا عندنا هنايا دراجي ليهم ديك تين ونص دراجي في الالوان عندنا هنا لي شوكولا نتوما راكم شتيوهم بلا امبالاج انا دابا درت لهم لومبالاج باش يبقى داكشي متول ومصمق هنايا لي لوكوم هادو اللي كيجيو من تركيا هادو كيجيو لذاذ بزاف تذوقيهم من هنا هنا ورزي عليا العبار هادو لي دراجي لي زوليفيت ديال الشوكولا حتى هما هادو ما تيجيو زوينين هادشي كله جاي من لبنان هادو لي كادغ افوتو وفيهم لي دراجي هادو فين كنا نحطوهم هكدا عندهم الخيط ديالهم على شي حطو هكدا كديرو فيهم التصاورات ولا شي حاجه هنا عندنا لي نوغا سي دي كروكون وهذا واحد السيجار معمر بحلاوه حتى هو تيجي زوين هنايا كاينين عاوتاني الصرغينه هما كي تشوفوها الصرغينه وهنا كاينه عاود صرغينه ودرناهم هاد لي بتين نوكس هادو تيتقطو هكذا في التليفون تيديرو في التليفون وريحة طالعة منهم زوينة ديال ريحة السرغينة هنا عندنا حتى هادو دي دراجي انتما كي تشوفوهم وزا فيهم بيبي درنا كل شي باللون الغوز باش
نتلائم مع البنيته ديالنا. السميه ديالها غادي تكون اميره ان شاء الله، سميه غزاله الله يكمل عليها بالخير. هادو بويضات ديال بلاكي اور ديال سيلفر بليتد ديكور، غديرهم رجاء ام نعيمه ان شاء الله البيت ديالهم. باقينا دابا حسن ماشي بأطغان. لا لا ما طغنوش، هذيك بنتك وهذاك بنتك، ما كناش نمشيو كلنا. ولا خداهم كلشي ديالهم، ربي يخليك، كلشي ديالهم ربي يخليك، الله يحفظك، الله يعطيك الخير. المهم هذا هو البيفي ديالنا، كنتمنى ام نعيمه تقبل عليه. قبل عطاك يمشي كاع الدو غالي، الله يبارك فيك، تعذبتي معايا في باش نحيي. والله الدنيا هانيه، الله يجيك الخير. دابا غنوليهم بكير ديك اللي بيتير عايش شي من هيوتش. شفتي ناجيب جاب لي هاد الصاك هذا، هانتوما زوينين، انا كيعجبني الصاك كبير باش ندير فيه كلشي، ما تبقاش غير حاجه. هانتوما المتتبعين زوين ومزال، والمنظر ديالو غزال، الله يجعل سيدي ربي يعطيها صحة جديدة. وجابت الرجاء هذا، هانتوما وقيلا ما غيبانكش زوين، ها هانتوما جابتو الرجاء نيت نهار الأسبوع إن شاء الله قالت تلبسو، وان شاء الله واخا عندها وحيد ديالها درناه لها، دابا غنلبسوها ديال ناجي. قالك الهديه بليا، ولا طاحت في ولاد الناس كيردوها مثنيه. هانتوما كيما كتشوفوه بعين عقده حتى الارض، هانتوما غزال ديال المبره، هانتوما تبارك الله. الله يجيبها ضيق، وهذه هي جذبين هاد الدراجه، وهذه هي ديال باكم حميد، ها انتوما غزالة درعية الطهر، ها انتوما ما تجيكش المهمة هادي، ها انتوما زوينة. شو وجهك؟ هادي شو وجهك؟ هادي شو وجهك؟ هادي شو وجهك؟ هادي شو كي غاجيك؟ شوف معاها قميجة بيضاء، مرحبا منعم وكراتي سلوني، مرحبا 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 مرحبا. هاي إذا جات قدي راني ما غنبقاش نوصلها، ولا ما جاتش شي قدي غتحط في المليون، نبقى نشوف فيها حتى نعرف ديني الله. لا لا لا، هانتوما يا كون دابا ما كايناش كورونا، وشي الحياة طالعه على سيدي وناجي تبوظ. يا راي لكم تشوفوا ان شاء الله، وهذا هو المتتبعين، ان شاء الله يرفد علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. كيعجبني هذا اللوين في الصفار، انا اصلا ناضي ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله وكل هذا الوباء ما بقاش ورا ما عندك. جابتي اختي نرجس هذه، هانتوما في ثدي الحريق، ها هي ان شاء الله يا ربي تجي يا كمان. لا يجيو كمان انت وافية. يا والكردوش كاب ضرو، يا والكردوش كاب ضرو، ناعمة في الباري غنجرو. هانتوما المتتبعين، الحمد لله من حد المسيرة غادا والخيرات موجودة، ومن حدك انت حاضيني وربي عاطيني، وليك الحمد والشكر يا ربي. اللي قلبو مزيان يا ربي، يا اللي كتعطي ما كتمن، ويا اللي كتقلع ما كتحن. انت ماشي قلعتيني، عطيتيني والله يعطيك رزقك للناس اللي كيعطيهم وسعداتهم. هانتوما هادشي اللي بهادي، هادا خصني نعرفي خصها شو ويا كل حد بهادي ولا؟ لا لا واخا فين فيك؟
هذه هانتوما هانتوما ما جاتني شيء نعطيها لبنتي. الحمد لله كل شيء موجود زوينه. هانتوما على تويفيها زوقها منها غزيوله ورطيطبه على مزويناتها مخيطه مزيونه. والله يعطيك اختي نرجس ماش تعطي هناك خطيك اختي نرجس الله يرحم الوالدين. أزويني هتعيون جدي ها؟ يا ها؟ يلا لا أفضل تبيه الحصول المتسبعين إحنا مشيدة وانا فينا تخليني أفن يا عيمة أنت تقدر تقول يوم النرضي أروح بنا أروح بنا تقول لي أنت تجيب الحاجة هنا جيبي لي مويها خليك تجيب الحاجة ها؟ والله يوصلها على خير والله يديها على خير لدارها وكنطلبوا من الله كلها ويسروا الله. والله يخليكم لينا على الكلام الزوين ديالكم وعلى التعاليق الزوينه والهلا يخطيكم. ودابا انا ونافي ان شاء الله غنوليو خوت. حنا خوت في الاسلام ودابا غنوليو خوت غنديروا الحياه المدنيه ان شاء الله يا ربي. والله يخليكم لينا وتبارك الله عليكم. الله يخلينا ويخليكم على 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 تبارك الله المتسبعين ديال خالتي نرجس. وانا فرحان بزاف حيت جابت لي هذه هديه غزاله تبارك الله وغنرد عليها ان شاء الله في ساعه الخير ان شاء الله تمشي لشي حاجه ولا شي عمره ان شاء الله وندير لها الكادو اللي يعجبها ان شاء الله. ودخلوا عند خالتي نرجس وزورها في القناه ديالها تبارك الله على داك الشيء غزال. ولهنا خطيها هي والزوج ديالها وجاو من كازا مع الدين ساكن وجاو عندي وانا فرحان بزاف على هذه اللي جابوا لي وتبارك الله عليهم. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. شي اغنيه امي نعيمه شي اغنيه زوينه شي اغنيه الفرحه ديالك بالمولوده الصغيره باميره راجلك في الصالون قاعد غني ماشي مشكل هو تيعجبو الغنى يا نرجسه مولات لك حالك ويزيني يا نرجس يا مولات لك حالك ويتيني ما نمشي من هنا غير داويتيني يا خيتي مولات لك حالك ويتيني ما نمشي من هنا غير داويتيني الله انا بغيتك وحيده. الله يبارك فيك امي نعيمه وشكرا لك على حسن الاستقبال لهلي خطيك والله يخلي لكم البنيته اميره وتربى في عزكم ان شاء الله ويخليكم لبعضياتكم ولهلي خطيكم على بعضياتكم وشكرا لكم شكرا بزاف وشكرا لعمي حميد حتى هو الله يبارك فيك الله يسلمك وردوها لك في الخير ان شاء الله. الله يبارك فيك اخي الله يسلمك الله يخط عليا المهم في الدار جاني هذا الكادو بصحتك صحتك وراحتك دعينا عمك نرجس لا بصحتكم وراحتكم تستاهلوا كل خير ان شاء الله عن نرجس ان شاء الله. مرحبا امي نعيمه سويدي قلب بنتي لحقاش راه ولدت وكانت مريضه بزاف وكنا كنقولوا غتموت ونموت علينا فرض وراه تحدث عوينتها شويه عاد حنا الفيديو وغتشوفوني غندير واحد السويديقه لبنتي نسمي لها بنيتها ان شاء الله. كانت ما كتقاد لا تنوض لا تهضر لا تاكل لا والو كانت مأثره اثرت عليها العمليه بزاف ودابا غندوي السويديقه وغتشوفوني ان شاء الله في الدار الرضا عن نرجس ان شاء الله. دار نرجس ان شاء الله ان شاء الله الا بغى الله وبقينا حيين ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. ايوا امي نعيمه نقول لك شكرا على الاستقبال الله يخليك راكي بنيتي نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله.
وهيك شكرا. تدوزي معايا ان شاء الله عشر اسامه ان شاء الله نكونوا حاضرين. وتدوزي معايا ان شاء الله لويد اسامه. وديروا الطبخين ان شاء الله كل اسامه. ان شاء الله يا ربي الله يكبر بك ويخليك ليا. وحنا في هاد الدنيا خوت. وشي ما يحسس شي وشي ما يكره شي. وشنو هي الحياه؟ هي الانسان يتلاقى وتباغى وكان قلبه زوين. مالنا على هاد الحسد والبغض اللي غنمشي وفي غنديوه. راه ما كاين غير الله وما كاين غير الله سبحانه. ورحنا غير ضياف واللي يعرف يعرف الله. وحنا احباب وخوت ونديروا مزيان تنتفقوا على خير. وتبارك الله عليكم المتتبعين. شكرا لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع الف سلامة. خمسة وخميسة غرتو يا البنات.